اهلا بيكم. جيل الخمسينات يفتكر كويس قوي فيلم تم انتاجه سنه 1957 اسمه الكومساريات الفاتنات. الفيلم كان بطوله اسماعيل ياسين واحمد رمزي وعبد السلام النابلسي ونجاح سلام وزينات صدقي، والفيلم كان بيحاول يسوق لفكره ان واحده ست تشتغل في مهنه الكومساري بتاع الاتوبيس. والحقيقه ان صاحب الفكره واللي ساعد في انتاج الفيلم كان هو فعلا نفذ فكره اسطول الاتوبيسات بتاعه جوه القاهره كفكرة مبتكرة وجديدة، ووقتها يزود بيها نجاحه في المجال ده اللي وصل الأسر المصرية وقتها إن تعتبر إن خروجها للأتوبيس فسحة. وأطلقوا على بطل حلقتنا النهاردة لقب إمبراطور الأتوبيس. حكايتنا النهاردة مع واحد من أشهر رجال الأعمال في الزمن الجميل، عبد اللطيف أبو رجيلة. عبد اللطيف أبو رجيلة من بدايته هو كوكتيل خبرات. فهو أصلاً صعيدي من مصر، يعني من مدينة اسمها إسنا، لكنه اتولد في أم درمان في السودان لما كان أبوه شغال هناك، وكمل تعليمه ودراسته في القاهرة. أما الحقيقة ثروته فكونها ما بين شغله في مصر ولندن وإيطاليا والسودان. عبد اللطيف أبو رجيلة كان خريج كلية تجارة، واشتغل أول ما اتخرج في بنك مصر، وكان بيعتبر نفسه تلميذ نجيب لطلعت حرب، وكان بيشوف فيه نموذج للاقتصاد المصري أو الاقتصادي المصري العظيم اللي لازم الشباب يقتدوا بيه. لكن عبد اللطيف أبو رجيلة كان بيشوف إن النجاح كهدف في حد ذاته، فقرر إنه يبدأ مشروعه الخاص. كان كل اللي حيلته وقتها 34 جنيه بس. اشترى مكتب وآلة كاتبة وطوابع بريد، وعين موظف صغير براتب شهري 5 جنيه، وبدأ شركته الخاصة في الاستيراد والتصدير. اشتغل في البداية في توريد مثلا محاصيل زراعية من مصر يصدرها إيطاليا، ولما نجحت الشركة سافر إيطاليا وكمل هناك نجاحه، وهناك كون ثروة كبيرة جدا. لكن قامت الحرب العالمية الثانية وحصلت غارات على إيطاليا، وكان ساعتها عنده البضائع بتاعته موجودة بكميات كبيرة جدا في موانئ إيطاليا، فاتدمرت واتدمر معاها كل ثروة أبو رجيلة. وقع الراجل. بيقول أبو رجيلة إنه رغم إنه كان على الحديدة وقتها، لكن اليأس معرفش طريق ليه، وبدأ مرة تانية من الصفر. هناك بقى اتعرف على بنت إيطالية كانت صديقة لأسرة مصرية عايشة هناك، شافها حبها اتجوزها، وكانت وش السعد عليه لأنه وقتها بدأ في تجارة السلاح، وكان بيورد الأسلحة للجيش سنة 48، من 48 لغاية 52. بعدها رجع مصر في الوقت ده سنة 49 واشترى أراضي ومزارع وعقارات، وبقى واحد من أشهر وأغنى رجال الأعمال في مصر. لكن سنة 50 ينشر الكاتب الصحفي إحسان عبد القدوس سلسلة مقالات عن حرب فلسطين وقضية الأسلحة الفاسدة، ويتهم إحسان عبد القدوس أبو رجيلة إنه كان واحد من رجال الأعمال اللي عملوا ثروتهم على حساب أرواح الجنود المصريين في حرب فلسطين. ورغم إن قضية الأسلحة الفاسدة والموضوع ده كله أثبت كتير من المؤرخين بعدها إنها كان مبالغ فيها، بدليل إن كل المتهمين في القضية اتحكم عليهم بالبراءة. ده كان بعد انقلاب 52، حتى ان إحسان عبد القدوس نفسه اعترف بعد كده انه كان مبالغ شوية في القضية عشان يحرض الجيش انه يعمل انقلاب على الملك. لكن القضية وقتها كانت قضية رأي عام، فاضطر أبو رجيلة انه يسافر لإيطاليا تاني رغم عدم إدانته في القضية من أصله، وفضل انه يعيش هناك، وفضل هناك فعلا لحد سنة 54. كده خلصت الحكاية؟ لسه. في سنة 54 كانت حركة النقل جوه القاهرة سيئة جدا، وكان بيحتكر الاتوبيسات دي شركتين قطاع خاص، لكن مستوى الخدمة كان متدهور جدا. فقرر عبد اللطيف البغدادي اللي هو ضابط من بتوع قيادة الثورة، وهو كان وزير شؤون بلدية وقتها، إنه يستعين برجل الأعمال عبد اللطيف أبو رجيلة في إصلاح منظومة النقل في مصر. وفعلا رجع أبو رجيلة مصر وأسس شركة أبو رجيلة للنقل العام. وخلال سنتين بس كانت تجربة أتوبيسات النقل العام في مصر أحسن من أوروبا بكتير. كانت شركة أبو رجيلة بتنقل يوميا 13 مليون، مش يوميا يعني كل شهر 13 مليون راكب كل شهر، وكانت فيها 4000 موظف. بنى أبو رجيلة 3 جراجات ضخمة للأتوبيسات دي. الأول كان عند مدخل القبة على مساحة 13 فدان، والتاني كان قريب من نفق الجيزة، أما التالت فكان في حي بولاء أبو العلا. بيحكي الكاتب الكبير أحمد بهجت رحمة الله عليه في شهادته على قصة نجاح أتوبيسات أبو رجيلة، وبيقول الحقيقة الشهادة ليه إن السواقين والمحصلين والمفتشين على أتوبيسات أبو رجيلة كانوا قمة في الذوق والاحترام والانضباط وحسن معاملة الركاب. وكان زمن التقاطر بين كل أتوبيس وأخوه حوالي 3 دقايق بس. كان في 400 أتوبيس بينقلوا 13 مليون راكب كل شهر، في منتهى السلاسة والسهولة. كان كلام أبو رجيلة للعاملين بالشركة إن عربية الأتوبيس دي مش مجرد أتوبيس أو مركبة ماشية في الشوارع، لأ، دي جزء من نسيج الحياة اليومية للمواطن العادي، فلازم نخلي حياة المواطن سعيدة. أما في جراجات أبو رجيلة فكان بيتم تنظيف وتعقيم الأتوبيسات دي بالمواد المطهرة 2 أو 3 في الأسبوع. أبو رجيلة نفسه كان بيتابع كل ده والنظام ده كله بدقة بنفسه، فكان بيتنكر كل شهر ويركب الأتوبيس عشان يتأكد من جودة الخدمة. وكان لما بيلاقي حاجة كويسة على الموظفين كان بيوزع المكافآت على العاملين دي من جيبه الخاص بعيداً عن حسابات الشركة. أبو رجيلة كان هدفه إنه يحول رحلة الناس في الأتوبيس إلى فسحة جميلة، فاستورد بعد كده أسطول أتوبيسات مرسيدس والحقيقة فخمة جداً، وعين بنات من خريج الجامعة كومساريات، وساعتها بقى أنتج فيلم الكومساريات الفاتنات عشان يسوق لفكرته. ونجحت الفكرة لدرجة الناس كانوا بيتباهوا إنهم ركبوا أتوبيسات أبو رجيلة. تخيل أبو رجيلة سنة 56 كان أبو رجيلة على ميعاد مع قصة نجاح، لكن المرة دي بقى مش في التجارة ولا في الصناعة ولا التسليح ولا النقل، المرة دي ننقل قصة نجاح أبو رجيلة مع الكورة. مسك أبو رجيلة إدارة نادي الزمالك وحط هدفه إنه يحول النادي ده إلى مؤسسة كبيرة ناجحة. كان مقر نادي الزمالك وقتها 3 أوض ومدرج خشبي على النيل في العجوزة. خطة أبو رجيلة كانت إنه يبني مقر جديد للنادي، فاختار منطقة اسمها 100 عقبة اللي فيها النادي دلوقتي. والمنطقة دي كانت خليط من المزارع والمساكن العشوائية الفقيرة قوي. لكن قبل ما يبني المقر الجديد بتاع نادي الزمالك هناك، وصل الكهرباء والمية للسكان في 100 عقبة على حسابه، وعمل فيها مساحات خضراء وجناين. وحصل الحقيقة للزمالك إنه مع أبو رجيلة أخذ الزمالك أول بطولة دوري عام، واترفعت ميزانية النادي من 6000 جنيه إلى 18000 جنيه، وأصبح اسم أبو رجيلة مرتبط بنجاح الزمالك وشهرته. شوف بقى من الكورة والحاجات دي. في الخمسينيات نظام عبد الناصر بدأ قصة اسمها تنويع مصادر السلاح، وعشان يحتاج فلوس لجأ لأبو رجيلة اللي مول الصفقة من حسابه الخاص. بعد كده يظهر أو يحصل العدوان الثلاثي على مصر، فيسخر أبو رجيلة كل إمكانياته للمجهود الحربي، ويحط كل أتوبيسات شركة أبو رجيلة تحت تصرف القوات المسلحة لنقل الجنود للقتال، ويتحمل من جيبه الخاص أجرة السواقين والبنزين. ولما خلصت الحرب أهدى أبو رجيلة للحكومة مصنع الأسمنت عشان يساعدها في تعمير بورسعيد بعد ما اتدمرت في العدوان الثلاثي. ولما يلاقي البلد في أزمة مالية يقرر ينقل كل فلوسه في إيطاليا ينقلها لمصر، لكن إيطاليا ترفض، فيفوض أبو رجيلة الحكومة المصرية إنها تتدخل عشان تنقل فلوسه في صور ماكينات وأعمال طرق وبضايع تستفيد بيها الحكومة في إنها تبني البلد، رغم إن دي خسارة، ورغم إن هو اتعود على الخسارة، اتعود عليها بالطريقة دي. أظن كده إحنا قدام نموذج ناجح لرجل أعمال وطني ناجح، مرتبط بمجتمعه وبيساعد بلده وجيش بلده في وقت المحنة. واعتقد ان الدولة اكيد لازم تكرم أبو رجيلة وتحتفي بيه، لكن للأسف العسكر في مصر بيشوفوا النجاح والوطنية من منظور تاني خالص. في بداية الستينات قرر عبد الناصر انه يلهف فلوس أبو رجيلة او رجال الاعمال كلهم يعني في مصر، وفي هوجة التأمين بتاعته دي صدروا كل اموال وشركات أبو رجيلة. رغم ان الراجل ادى دور وطني في 56 وقبل 56. تتحول شركات ابو رجيلة للنقل العام لهيئة القاهرة للنقل العام عشان تبدأ رحلة جديدة من الفشل والفوضى في المرور والنقل في مصر. ما تنتهش لحد دلوقتي هذه القصة، مهزلة النقل العام في مصر شغالة لحد النهارده. المهم ان التأميم انهى على قصة نجاح ابو رجيلة في مصر، ودي ثالث مرة يقع فيها ابو رجيلة، لكن هو بيسكتش. سافر تاني لإيطاليا عشان يبدأ تاني أو تالت أو رابع من الصفر، وينجح أبو رجيلة ويبقى من رجال الأعمال المشهورين، وتستعين بيه السودان عشان تحل مشكلة النقل والمرور، فيكرر تجربة نجاحه في مصر هناك في السودان، لدرجة إنه أصبح اسمه في أغنية دلوقتي من التراث الشعبي السوداني كانت بتقول كلماتها والليلة بساطة أبو رجيلة. يعني الأغنية كانت تقريبا كلماتها كده. ويحن أبو رجيلة لمصر ولتراب مصر، فيرجع في نهاية السبعين، يعني في السبعينات قصدي، فتزيد حسرته لما يشوف انهيار مشروع الأتوبيسات بتاعته على إيدين الفساد والإهمال اللي تحت اسم هيئة النقل العام. حتى نادي الزمالك نفسه لقاهم شالوا اسمه من على مدرجات 100 عقبة، وشاف ده بعينه. يعيش أبو رجيلة سنينه الأخيرة في مصر وهو مستني فرصة تانية أو 5 إنه يساعد بلده، وكان بيقول اللي حواليه إنه يقدر يحل مشاكل المرور في مصر وهو بيشرب فنجان قهوة لو الدولة ادت له الفرصة والصلاحيات. لكن أمنية أبو رجيلة الأخيرة ما اتحققتش، ويموت أبو رجيلة بحسرته على اللي حصل له أو اللي حصل في مصر في الأتوبيسات أو في الزمالك